كثير تكلمت في هذا الموضوع هذا، وتنقول انه مثلا الشغل الشاغل تاع الراي العام ولا الصحفيين، فهو الانتداب. تنظن انه راه السوق عارف لنا شنو كاين فيه، الا بغيتي لاعبين عندهم جهود راه خصك تحت الثمن. تنظن فرقك مراكش راه ما عندوش الفلوس باش يمكن ليه يجيب لاعبين اللي حنا تنتمناوهم. هذا هو الشيء البسيط. وتنعرفوا بانه احسن الفرق احسن اللاعبين راه الفرق ديالهم ما غاديش تخليهم. هذا هو اول شيء. ونقول الفريق ديالنا ما عندوش المبالغ الماديه باش يمكن ليه يمشي ينتزع هذا اللاعب او ذاك من الفريق ديالو. وتنظن انه اللاعبين الاخرين كي سون ديسپونيبل في المارشي تاع الفوتباليستيك، فتظن انه راه القيمه الماديه المطلوبه فيهم حتى هي متجاوزه الى السنسيور فاليو. وحنا ما بالامكانش ديالنا. وتنعرفوا انه راه ما يمكنش حنا على حساب الهدف اللي عندنا، يقدر الى توفقنا واحد جوج ولا ثلاثه الانتدابات، فتظن انه غادي نكونوا غادي خصنا ندبروا بهم الى نهايه الموسم، في انتظار انه تكون هناك واحد السيوله ماديه. وحتى من ناحيه تاع تركيبه المجموعه، فما يمكنش اننا نعاود نجيبوا 8 ولا 10 لاعبين. فانا ضد هذه الفكره، وغنتحمل مسؤوليتي الى اخر المطاف ان شاء الله. شكرا.